عوامل عبارة عن أن يسلط الضوء على كيف أن كل شخص عالم خاص فيه، وكيف يقدر يتكيف عليه ويعيش معاه، وفي النهاية كيف كلنا نقدر نعيش مع بعض. يفيد الأطفال بحيث أنهم يتعرفوا على شخصيات مختلفة من أطفال زيهم، لكن أنجزوا إنجازات كبيرة وهائلة. ويفيد للآباء أيضا في أنهم يشوفون خبرات آباء آخرين مثلهم. في كثير عروض مميزة، كان في بنت تعلمت الكسور من الطبخ، شيء مرة حلو كان. وفي بنت تعلمت الجمباز من يوتيوب، وفي بنت تعلمت لغة الإشارة من يوتيوب كمان. في كثير أشياء كانت جميلة، أشوف الأطفال مرة متحمسين ومتشوقين يبغون يشوفون زيادة، ويقولون أنا إن شاء الله بصير زيهم. أتمنى كل الأطفال اللي قاعدين يشوفون يشاركون السنة الجاية، أو يشوفون الفيديوز يلهمهم وأنهم ينجزون إنجازات. هذا العام عبارة عن عن عوالمنا، يصير كل طفل يجي من العالم اللي هو فيه ويتكلم عنه، وكل أحد يقدر يطور نفسه بالعالم اللي هو فيه واللي يحبه. في أطفال كثار مرة كانوا يعني يعتبرون قدوة، ويعتبرون كذا كل الأطفال الثانيين. في زي البنت تعلمت تطبخ من يوتيوب وهي صغيرة، عمرها 4 سنوات بس. كان مرة هذا ملهم بالنسبة للأطفال الثانيين، وحتى سويت لها قناة عشان تعلم الأطفال كيف الطرق السهلة اللي تقدر تطبخ فيها. سارة، إيش اللي عجبك اليوم بعوالمنا؟ البنت اللي على الكبكيك. إيش عجبك بعرض الكبكيك؟ لأني أنا أحب الطبخ، وأحب أسوي كبكيك وكذا. أول مرة تحضري عوالمنا العام؟ إيه. نتعرف عليك؟ راح أطلع غامدي موهبة الرسم. راح كنت بصف كام؟ ثالثة. متى بدأت موهبة الرسم؟ ب3 سنين. حلو كتير. طب ايش مشاركتك اليوم؟ اني اشارك في تدريس كيد